في حي ضرب البرابرة، أحد أحياء القاهرة العتيقة، تشتهر تجارة متطلبات السبوع. فهذه عادات وتقاليد مصرية أصيلة منذ عهد الفراعنة، كما بيّنتها كتاباتهم على جدران المعابد. دي يعني حاجة قديمة جدا، من زمان، من أيام الفراعنة. عادة في المصريين بيحتفلوا بالمواليد، للولد ليه طقوس وللبنت ليها طقوس. وطبعا تشكيلة التحف كبيرة جدا، كان من فترة طويلة كانت كل التشكيل ده بتعمل مصر. دلوقتي بقت الصين غزت السوق بتاعنا، فكل التحف دلوقتي تعتبر صيني. السبوع كان زمان قبل التحف كان الكيس اللي فيه الفشار والسوداني للأطفال، فتطور بقى مع الوقت لغاية ما وصلنا لغاية التحف. والصين كل يوم في تطور، كل يوم. السبوع ده عبارة عن تحف وأخشاب وتحف وحصالات وعلب وعرايس السبوع وفوانيس السبوع وحاجات حلوة أوي. تحرس الأسر المصرية من شمال مصر وحتى جنوبها ومن شرقها وحتى غربها على الاحتفال بمرور أسبوع على ولادة طفل جديد في الأسرة. وهذه العادة ليست لها علاقة بالحالة الاقتصادية للأسرة المصرية، فحتى لو كانت الأسرة تعاني من ضغوط مالية قوية، فإنها تحرص كل الحرص على إحياء هذه العادة، وذلك حرصا منها على إدخال البهجة على نفوس الأطفال والكبار على حد سواء من الحاضرين في السبوع. جايين نجيب سبوع المولود. قبل السبوع بيبقى فيه التبيتة بالليل، وبنعبي الحاجة بالليل برضو. التبيتة بيبقى زي سبع حبوب كده، بتحطه في صينية وشمعة وكده، وبتقعد لحد تاني يوم الصبح الشمعة ولا. رزق كله بتاع ربنا يعني، ممكن يشتري من محل ويشتري من محل غيري، فكده. والناس كلها بتيجي برضو ايه، بتاخد فكرة. بالنسبة لحاجات السبوع متنوعة، متنوعة عبارة عن ايه؟ بيبيهات قاعدة على سرير، بيبيهات قاعدة على مريحة، بيبيهات بتغني، بيبيهات بتنور. وهذا الأمر يختلف من أسرة إلى أخرى، وذلك حسب مستواها الاقتصادي. فهناك بعض الأسر الثرية تقوم بوضع قطع من الشوكولاتة الفاخرة مع برواز صغير وبه صورة للطفل وكلمات معبرة عن الاحتفال بالمولود. على الهواء مباشرة، واللي هنقضيها مع السبوع. كل بيت من بيوتنا المصرية مر بالتجربة دي، يكون عندنا مولود ولد أو بنت وننزل علشان نجيب مستلزمات السبوع. مستلزمات السبوع طبعا الملبس والشوكولاتة والبونبونيرات المختلفة بقى، سواء كانت مصنوعة من البلاستيك أو الخزف أو الصيني أو غيرها من المواد الأخرى. كل واحد بقى على قد قدرته المادية بيشتري، زائد طبعا المنخل أو الغربال الجميل اللي بيكون لبني لو هو ولد، أو بيكون روز لو هي بنت، وبيتزوق بالطل وبيكون مظهره حلو جدا عشان العيلة تفرح. مهما كان بقى عندنا مثلا يعني سنن أخرى زي العقيقة أو غيره والذبح علشان فداية المولود، لكن بيظل البونبونيرة والمنخل ده جزء أساسي من مراسم السبوع المصري. النهاردة هنعيش مع مستلزمات السبوع، وهل هي لسه موجودة ولا لا، ومين اللي بيقبل على شرائها، وتقدم مصر في صناعة البونبونيرات دي، لأن الصين ما خلتش حاجة ما عملتهاش، فهل مصر قادرة على المنافسة ولا لا. معانا النهاردة وشرفنا الأستاذ هشام حنفي، أحد العاملين في مجال مستلزمات السبوع. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. مبدئيا كده نعرف حضرتك في المجال ده بقالك قد ايه؟ قولي طول عمري يعني، متوارثة كمان. المهنة دي هل هي فعلا متوارثة؟ يعني هل حد ممكن ما يكونش والده او جده بيشتغل في مستلزمات السبوع لكن هو يعجب بالحكاية دي ويدخل فيها، ولا هي فعلا متوارثة؟ هي متوارثة بشكل اكتر. يعني هي متوارثة من الاباء بشكل اكتر شوية، لكن صعب الدخلاء عليها. طبعا يعني السبوع ده حاجه مصريه صميمه. طبعا اكيد، ومن قديم الازل والمصريين بيحبوا يعملوا عاده السبوع دي من ايام الفراعنه. من ايام الفراعنه فعلا. طيب يعني ايه التطور اللي طرأ على المهنه دي؟ كل مهنه بتتطور مع الزمن، هل كمان مستلزمات السبوع والمنخل طرأ عليها تغيير؟
طبعا هو كان المنخل زمان زي الغربال اللي هو اللي كان شكله مش شيك. النهاردة المنخل دوت حاجة متزوقة بالورد وفيها تل وفيها قماشات جميلة قوي، فتحب تتفرج على المنظر الحديث بتاعه. لكن برضو احنا ايه، دخل علينا الصناعات الصينية، زودت من الافكار بتاعتنا، زودت كتير قوي. لكن احنا كان عندنا الاول المنخل والابريق والشمع، كل الحاجات دي اساسيات يعني ما فيش عيلة مصرية ابدا ما بتشتغلش لما بيجي عندها مولود ما بتحتفلش ابدا بالسبوع. لسه يعني العاده دي بنفس قوتها ولا بدات تتراجع لصالح حاجات تانية؟ يعني دلوقتي الناس بتفضل تقول خلاص انا اعمل عقيقه فته ولحمه بقى وخلاص، بلاش المستلزمات السبوع. لا لا انت عارفه حضرتك، هم الناس بيعملوا الاثنين، يعني بيبقوا حريصين جدا ان هم يعملوا العقيقه واللحمه والرز وكلام من ده، وبرده حريصين ان هم يعملوا بهجه في العيله المصريه ان هم يبقى عندهم السبوع والعرايس، وان كان ولد ليه طقوس خاصه وان كان بنت برضه ليها طقوس مختلفه تماما. مستلزمات السبوع بقى والبومبونيرات اللي حضرتك يعني جايبها لنا النهارده كنماذج، كلمنا عنها وعن تطورها. يعني في الاول كده كنا يعني كيس بلاستيك تتلف هي كانت الاطفال عشان يفرحوا، لكن بعد كده ظهرت البومبونيرات في اشكالها، المواد بقى اللي بتصنع منها البومبونيرات والتطور اللي طرا عليها. بصي هو في طبعا بتصنع من الخزف ومن الصيني ومن من مادة البورسلين دي اللي هي المستحدثة قوي، جميلة جدا والناس بيطلبوها بغزارة، زي العرايس اللي حضرتك شايفاها ديت، إن كانت للولد أو للبنت، البنت عروسة صغيرة كده والولد حاجة حلوة برضو. المادة دي بقت تصنع عندنا هنا في مصر، بقينا نصنعها. هي الصين كانت بتبعتها بكميات عالية قوي، لأن اللي بيجي ياخد كمية عشان يقدر ان هو يفرق بقى ويعمل بهجه في البيت عنده. ولكن احنا بنصنع منها دلوقتي في مصر نفس الماده بتاعتهم، ما بتختلفش عنها تماما. طب الاسعار بقى بتتراوح من كام لكام؟ بصي طبعا انت عارفه ان العرايس ديت بيصطحبها شوكولاتات وملبسات وحاجات زي كده، لكن هي في ناس بتيجي تاخد العرايس لوحدها وهي تفنش الكيس بتاع السبوع، وفي حاجات بتبقى جاهزه عندنا. هي مش غاليه يعني، اسعارها مش غاليه، هي في متناول كل الناس. يعني تمن العروسه لوحدها مثلا بيبتدي من كام وممكن يوصل لكام؟ بصي هو العروسه بتبدا تمنها من جنيه لغايه 2.5 جنيه. هايل. طب ده تمن يعني بسيط رخيص. لكن نوع الشوكولاتات هو كل واحد على قد امكانياته بيحط الحاجه اللي هي اللي هتزين العروسه. احنا عندنا منافس خطير في كل حاجه في مصر، هو المنافس الصيني. حتى لو هو مش على جوده عاليه لكن يعني رخص ثمنه ممكن يجذب الناس ان هم يستعملوه، والحقيقه ان هو برده بيكون يعني جودته كويسه فيما يتعلق بمستلزمات السبوع. اكيد. ايه اللي ممكن ننافس بيه كمصريين علشان يعني المصريين يشتروا المصري في مستلزمات السبوع؟ بس احنا بننافس بحاجه واحده بس، ان العاده بتاعتنا احنا، يعني الحاجات دي حاجات مصريه من ايام الفراعنه، حاجات بتاعتنا احنا، فمفيش في الصين سبوع. احنا عارفين احنا عاوزين في الصين فانوس رمضان بيعملوه يعني كل حاجه بيعملوها ما خلوش. لكن هم صح حاجتهم حلوه، ولكن الجوده بتاعتهم برضو مش وحشه. احنا بنحاول ان احنا نبقى برضو بنفس المستوى بتاعهم، والناس بتقبل على ده وبتقبل على ده. يعني على الاثنين دلوقتي، يعني لو رحنا مثلا المكان اللي بيشترى فيه مستلزمات السبوع، هنلاقي الغلبة لمين؟ المستلزمات الصينية ولا المصري بدأ يثبت نفسه لأنه كان فعلا تراجع جدا الفترة اللي فاتت؟ هي فعلا الأيام اللي فاتت الغزو الصيني كان مهول، فالناس بقت تيجي تتفرج على الحاجات اللي تبهر اللي جايبينها الصين، علما إن إحنا بنعمل زيها بالظبط. مدة قليلة بعد كده بقينا إحنا ننافس معاهم برضه بنفس الشكل، او بينا ناخد الموديلات بتاعتهم ونعمل زيها. كل العاملين في المجال ده بيكونوا زي ما حضرتك قلت متوارث، حتى العاملين اللي بيعملوا العرايس نفسها؟ لا، هم اصحاب المحلات متوارثة. يعني التجار واصحاب المحلات دول متوارثين. علشان نعمل حاجة زي كده محتاج عمالة قد ايه؟ عشان نصنع التحفة نفسها واحد ممكن يصنع، لانها بتبقى عبارة عن اسطمبة سيليكون بتصب فيها الماده اللي هي ماده البوليستر، وبتطلع بعد دقيقتين بنلونها، يعني ما بتاخدش الحاجه اللي هي صعبه قوي. الاقبال على المستلزمات دي بقى هل هو قل عن زمان ولا زي ما هو من الناس اللي هو زاد؟
زاد. اه طبعا ده غير توقعنا انه مثلا الناس فعلا بدات تتجه انها تعمل عقيقه اكتر على حساب الحاجات دي، لان الناس بتعمل اتنين، بتعمل الاثنين. الناس في الغالب حتى اللي هو اللي ظروفه ضيقه قوي برضه بيعمل الاثنين على امكانياته، لكن هو صعب جدا ان يجي مولود واحنا ما نعملوش احتفال واسبوع. طب الاعداد اللي بتطلب من حضرتك بقى، يعني كل واحد بيجي بيطلب قد ايه تقريبا؟ بصي، هو دايما الاعداد بتبقى مثلا من 50 ل 300 على حسب امكانيات الشخص اللي هو هيعمل السبوع. التقليع الجديده بقى في المجال ده، كل شويه احنا بنطلع حاجات جديده علشان يعني نبهر الزبون، فايه التقليع اللي موجوده في مجال مستلزمات السبوع دلوقتي احنا ما كناش نعرفها مثلا؟ بصي، هو ان كانوا زمان بيعملوا اللي هي الابريق ويحطوا في الشمع، دلوقتي بيجيبوا عروسه من البلاستيك مغلفه وفيها انوار ولشكل عريس او لشكل عروسه على حسب المولود، والانوار بتاعتها تبهر، واشكال طبعا جديده زي ما حضرتك ما تفضلتي قلتي الولد لبني والبنت بامبا، اشكال كتير قوي. طيب المنخل بقى والغربال لسه يعني الناس برضو بتجيبه ولا محدش بيجيبه؟ بيجيبوا البونبونيرات ويكتفوا بيها. عارفه اكثر الناس علما بيجيبوا برضو المنخل والغربال ده. هي ملهاش علاقه ملهاش المستوى العلمي او الثقافي، هي لها علاقه بان احنا نفرح الناس وعاده. هي ليها علاقه ان احنا ايه عاوزين نعمل بهجه شكلها ايه في يوم وصول المولود ده عندنا. اليوم السابع ليه دوت يوم كان مهم قوي عند الفراعنه ان هم يحتفلوا باليوم السابع اللي هو يوم السبوع. احنا ما زلنا متوارثين الكلام دوت، ما بنسالش ليه بس بنحب نعمله. الخامات اللي بتستخدم في الغربال او المنخل خامات مصريه برضو ولا مصريه؟ لا مصريه. الغربال والمنخل ده حاجات بتاعتنا احنا. هو التفارد ده الصين ما دخلتش نفس لا مش هتعمله ده من الحوض بتاعه من الخشب والسلك، القعده بتاعته من السلك، ولكن احنا زينا بس الخشب دوت كسيناه بالتولي والورود والاشكال الحلوه، عملنا له من فوق حاجه نمسكها بدل ما كنا نمسكه من تحت كده، خلينا ليه منظر تحب انه يلفت نظر الناس ان احنا نشتري. ايه اللي بيميز واحد عن واحد في المجال ده، صانع عن صانع او بائع عن بائع لمستلزمات السبوع؟ مفيش، كلنا بنشتغل بنفس الكفاءه وكلنا عندنا الميول ان احنا نسعد الناس. يعني هي زي ما بقول رزق. انا بدخل طبعا. وكل المحلات جنب بعض زي بعض. مفيش اي اختلاف، والناس بتدور على الحاجه اللي هي عاوزاها. يعني شايف حضرتك ان الجيل الجديد ممكن يستمر في المهنه دي ولا خلاص بدا يعزف عنها؟ والف سنه كمان الاستاذين بيطوروا وبيحبوا ان هم يعملوا اشكال احنا ما وصلناش ليها، هم هيوصلوا لحاجات احسن مننا بكتير زي ما كانوا اللي قبلنا. يحطوا السبوع في القرطاس اللي هو الكرتون. النهارده في بومبريرا شكلها شيك جدا، في حاجه من التروكو كده جميله جدا، سبك جميل قوي من التروكو. الحاجات دي كلها افكار جديده، وكل ما بتدخل علينا افكار جديده احنا طبعا بننزلها. انا بشكر حضرتك جدا ويا رب ما يقطع لنا عاده زي ما بنقول كده. يا رب. يعني حتى لو هي مكلفه، هي مش مكلفه قوي لكن بتفرح. والاحتفال بالمولود ده شيء جميل، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، وكل الناس بتشتغل على الموضوع. أكيد. ده بيشغل عدد كبير من الناس. أكيد. في المجال ده بشكر حضرتك جدا. اهلا وسهلا استاذ هشام حنفي احد العاملين في مجال مستلزمات السبوع، شكرا ليك. اهلا. وبدعوكم ان احنا نكمل مع بعض باقي حلقتنا بعد الفاصل. فقره مميزه جدا عن اليوجا، اليوجا نظام كامل للروح والبدن، ازاي ممكن نرتقي بارواحنا علشان نخليها يعني مش مكبله في سجن الجسد، ازاي ممكن نعمل ده وازاي ممكن نزود طاقتنا الذهنيه ونزيد تركيزنا، خصوصا ان كلنا بنتمتع بقدر عالي جدا من النسيان، لا عاوزين نركز اكتر مع اليوجا في الفقره الجايه.